فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك مطعم يقوم مطعم للمشويات، وتكون هذه اللحوم مستوردة من بلاد خارجية. يقول السائل: هذا المطعم هو من أفضل المطاعم نظافة، فهل يكون علي إثم إذا أكلت من هذه اللحوم المستوردة؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كنت تشك في هذه اللحوم فلا تأكل منها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.